أخرى يستمر الحوار لمحاولة فهم المشهد الذي حدث اليوم. هذا المشهد لمن لم يتابع اليوم أو لسه داخل وفاتح التلفزيون، إنه ترقية الفريق عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير. الخبر الثاني هو إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول أنه ينظر بإجلال وأكبر إلى رغبة الشيخ الشعب المصري في اختيار أو في ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لسباق الرئاسة. ثلاثة، الكلام الصادر الرسمي عن لجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تلقي أو قبول أوراق تقديم الترشيح ابتداء من يوم 18 فبراير. نحن أمام مرشح محتمل بقوة شديدة جدا، إذا قبلته أو قبلت أوراقه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حسب تأكيدات أحد ضيوفنا اللواء سامح سيف اليزن. ضيوفنا اللواء سامح سيف الغزل، الأستاذ نادر بكار والدكتور معتز عبد الفتاح. سؤال للدكتور معتز، مالك خايف كده يا عم؟ بغش من لجنة. طب خليني ساعدني في الإجابة على الأسئلة. كل ما تقول اسمه وش بصفر. طب أطلع أجيب حاجة وأنت يكون برنامج خلص. خايف من إيه بس يا دكتور؟ من إيه دكتور؟ دلوقتي البيت الأبيض أصدر بيان يقول فيه الآتي: أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين رغبتها في أن تحترم السلطات المصرية مستقبلا التوازن بين السلطات، متفادية في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الدستور الذي أقر مؤخرا بأغلبية ساحقة ينطوي على بعض التحسن في مجال حماية حقوق الإنسان، مضيفا: لكننا ما زلنا قلقين من المواد التي تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وقال أيضا كارني أن توازن السلطات بين الجيش والحكومة المدنية والسلطة القضائية سيكون مهما أيضا. نعم. السؤال هو الأمريكان يريدون أو لا يريدون عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر؟ يعني طبعا هو حضرتك عارف انه يعني امريكا، او خلينا نتكلم عن واشنطن دي سي باعتبارها العاصمه، في بنتاغون وفي وايت او بيت الابيض، بنتاغون وزاره الدفاع وفي البيت الابيض وفي وزاره الخارجيه وفي ابوس ايدك. ابوس ايدك ما تقوليش الاجابه عايزين ليش يلعبوا. الاجابه اللي هم ثلاث حاجات حوالين امريكا، لما حد بيهرب من يقول لي انت عارف المجتمع الامريكي مجتمع مفتوح وان في تعدد الاجهزه وانه الولايات المتحده الامريكيه في النهايه عندها عقده تاريخيه من وصول العسكر الى الحكم ولا بتاع. لا، لما بيعوزوا جنرال يجيبوه، لما بيبقى ما لهمش مصلحه مع جنرال بيقفوا ضده. حضرتك يا ست اللي هو بيعمل معايا نفس الاضطهاد النفسي اللي عمله معاه. كلام حضرتك صحيح. بص انا هقول يوم 3 يوليو لما الفريق عبد الفتاح السيسي وقف، هو قال بعدها لم يكن بالتنسيق مع احد، لانه كان يعلم انه كان في اتفاق يعني واضح جدا ما بين، يعني يسموه حتى في بعض الصحف الامريكيه قالت الشاطر ماكين، انه احنا الرجاله يتكون في المنطقه، وانه امن اسرائيل وقناه السويس ولا اخره كل ده معانا. فهو راجل مطالب قال بما ان دول متحالفين مع دول، انا لو قلت يعني لو سربت خبر انه انا هستجيب للاراده الشعبيه باني هنزل البي نداء الناس بانه يكون يعني انا بسميه الحجر السياسي على الدكتور مرسي، هيقفوا ضدنا وهيقلبوا الدنيا عليه. فابتدوا ينظروا لاول مره فتره طويله جدا، انا عايز ارجع بقى من ايام حرب 73، انه يلاقوا حد يقف امامهم بضربه مفاجئه. طبعا مش عايز اسبق ده 73 بالضروره، بس عايز اقول انه مفاجاه وقرار في منتهى الصرامه والوضوح. ده احنا امام راجل بجد، عارف حضرتك اقصد ايه؟ رجل يعرف يعني ايه انه يتخذ قرار صعب ويتحمل نتاجه او عواقبه. الله، طب ما هو ده بالظبط اللي احنا مش عايزينه، او بعباره اخرى احنا عايزين حد نعرف نتفاهم معاه. احنا دي عايده على الامريكان. الامريكان اه صحيح. لا 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 مش دعوه. انا نقل الكفر ليس بكافي. الامريكان عايزين واحد عشان اللي بيفتح التلفزيون دلوقتي يعني. تمام صح كده. يقدروا يدخلوا معاه في مفاوضات، يكون قضيه الامن القومي عنده ده جزء بس مش كل حاجه، يكون له حسابات
دايما في اعتبار في رقم اسمه الولايات المتحدة الأمريكية في المعادلة الكبيرة وما فوق بواحد لا ما عندوش حاجة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عندي حاجة اسمها الشعب المصري، عندي حاجة اسمها إرادة شعبية أنا ألتزم بيها ولا آخره. ومع ذلك أنا أعتقد هم بمرور الوقت هيتعاملوا يعني دائما الولايات المتحدة الأمريكية حينما تصدم يحمر وجه البيت الأبيض ويبتدي يصفى كده واحدة واحدة ويرجع تاني أبيض زي ما كان ويبتدي طبعا زي. لأنه أوباما لا يجرؤ أن يكون الشخص اللي فقد مصر زي ما كارتر فقد إيران وفضلوا 40 سنة بيصوتوا إحنا خسرنا إيران، زي ما ريغان فقد الفلبين زي إلى آخره. هتبقى الرسالة إحنا مش عايزين نفقد مصر، خاصة أن هم بيقولك أنا منخاف من الديكتاتورية والاستبداد. لما ينزل الناس في أربع رسائل واضحة في عدة أشهر معدودات ويقولوا للعالم إن إحنا مع هذا النظام، نزلوا في 30 ونزلوا في يوليو ونزلوا في انتخابات الدستور ونزلوا في 25 يناير. نعم. الرسالة واضحة. يعني هل في شك بقى عند الأمريكان إنه إنه هذه المؤسسة وهذا الرجل يحظى بشعبية كاسحة؟ عارف حضرتك بقى كلمة السر هنا في الدوكيومنتيشن، في التوثيق. انك تقطع ألسنة الأمريكان. هنا بقى كان الحوار الممتع اللي كان ما بين حضرتك وسيادة اللواء ونادر، اللي هو فكرة هو لو انسحب المرشحون الجادون يحصل ايه؟ هو ده معناه تفويض بالسلطة المطلقة للفريق، لكنها شرعية منقوصة بالذات برة. لو يقولك لا ده احنا نزلنا هو المصلحة مصر والمصلحة حتى السيسي نفسه أيوة ان تكون انتخابات حقيقية تنافسية وقوية ويكون اشراف قضائي كامل ومتابعة دولية واعمل كل البدع ومعيش عارف بقى ده انا كمان هنا انا هتمنى يعني مش هتمنى انا اتمنى انه يحصل كده انه مرة تانية احنا بنتكلم عن فرصة تاريخية ممكن احنا عايزين انتخابات حقيقيه مش استفتاء مبطن بالظبط كده وضيف يا بقى بكل اجراءاتها وتفاصيلها وبالعزومه ولو احنا بنتكلم عن انه في مناظرات اشوف قدام الفريق عبد الفتاح الشموشه بيدخل في مناظر برنامج بجد امام المرشحين اصغر بقى. وامام اصغر مرشح موجود ويساله ويحرجه وكل السلام ده عارف حضرتك ما هو هي دي مشكلتنا احنا جالنا الدكتور مرسي من غير ما يكون محمل باجنده ديمقراطيه فبالتالي ما تعلمناش حاجة احنا صدمنا فيه قال كلامه منفذ انا عايز رئيس يوعد بالمعقول وينفذه ولما ما ينفذش يطلع يقول لي وما نفذش ليه يعني احنا عايزين حد نقدر نتعلم فيه ومعاه ايه هي معنى الديمقراطية ايه معنى ان يكون في انتخابات بجد ايه يكون في معنى تعددية ايه معنى يكون في تنافس ايه يكون معنى ان تبقى في انكلوسيف معنى ان في اشراك لكل الفاعلين السياسيين ده لو حصل لا ولا امريكا ولا غير امريكا انا دخلت انتخابات زي اي حد الاجراءات الديو بروسيس الاجراءات اهي كذا 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 باشراف كل الناس خلاص يعني ولا بقى امريكان ولا غيره احنا مش هتفرق معنا ساعتها فاحنا مره ثانيه بنقول عايزين نعمل عايزين الحمله الانتخابيه القادمه للمرشحين لا وبس كده مش بس كده حضرتك بقى فاكر القضيه كنا دايما بنتكلم فيها لو في سقف مالي على انفاق المرشحين انا عايز الفريق اول واحد يلتزم بيه لو في شفافيه وافصاح ضروري وفقا للقانون عن مصادر التمويل وغيرها انه ما تكونش اي جهه من جهات الدوله او من السلطات التنفيذيه لا اتوبيسات بقى ولا وزارة التعليم تبايع ولا طباعة ولا تمويل ولا حاجة خالص هي بروحك تحدي واستجابة احنا امام تحدي جديد فرصة جديدة يا نقدر نستفيد يعني تعملها على الكتالوج زي الدول المحترمة يا اما بقى احنا داخلين وستكون في سابقة احنا مش هنقبل باقل من كده بعد من كده فعشان كده بقول لحضرتك احنا امام فرصة الرئيس القدوة المرشح القدوة الحملة الانتخابية النموذج لو ده حصل يبقى نقلة قبيلة للأمان ست اللواء ما هي طبيعة العلاقات الاستراتيجية التاريخية ما بين البنتاغون أي وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع المصرية وما هي طبيعة العلاقة ما بين وزير الدفاع الأمريكي جيتس والفريق أو عبد الفتاح السيسي أو المشير السيسي العلاقات المصرية الأمريكية العسكرية علاقات بعيد لها في ظل تاني خيال موجود اسمه إسرائيل بمعنى أن أمريكا دائما تضع في حسبانها أن هناك حدود مصرية إسرائيلية مشتركة وأن ما حدث في حروب قبل كده أمريكا لا ترغب في حدوثه مرة أخرى وبالتالي باستمرار العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية وهي علاقات جيدة قريبة متقاربة تضع في حسبانها باستمرار إرضاء الطرف الإسرائيلي قد يكون ذلك في بعض الأحيان على خلاف من الرؤية المصرية
انا محتاج صاروخ فلاني بمدى فلاني فدولك بمواصفات مختلفه فهنصر عليه فيحصل خلاف. ده بيحصل وحصل. انما دائما هذه العلاقات في بعيد كده خيال اسمه اسرائيل فيها. لا، الرد على سؤال حضرتك، انا العلاقات جيده للغايه بين المؤسسه العسكريه المصريه والمؤسسه العسكريه الامريكيه بالشكل الرسمي لغايه قبل 30 يونيو، بمعنى مناورات مشتركة، دورات بتتحصل، شراء أسلحة، عقود عسكرية بتوقع، يعني تنفيذ التزامات متبادلة بين الطرفين اللي كانت مستمرة خلال العقود الماضية. من بعد 30 يونيو كما تعلم تم تجميد العقود العسكرية المصرية وإيقاف تسليم الأسلحة المصرية تحديدا. قطع الغيار كمان؟ قطع الغيار في حدود معقولة بتيجي لكن مش كما كانت. F-16 توقفت. كان في طبعا 20 طيارة كما تعلم، 3 عقود تحديدا هي توقفت بشكل رئيسي، F-16 وال M1A1 الدبابات اللي هي بتصنع في مصر مكوناتها والطيارات الأباتشي. دي 3 عقود اللي هي وقف تسليمها يعني. لكن قطع الغيار احنا ما فيش يعني ايه، الجيوش ما بتشتغلش ان انا لما يبقى عندي قطعه غير اطلب اما واقفه فاروح اطلبها تجيلي بالدي اتش ال واشتغل عليها. لا، انت عندك استوكاتك وعندك قطع غيرك اللي بتمشيك اشهر وليست اسابيع وبالتالي او سنه او يمكن فترات اطول من كده يعني. وبالتالي حتى لو توقفت قطع الغيار انت لديك من المخزون اللي هو يكفيك فتره كذا خط امداد يعني. بالظبط كده، لان الجيش ما مش بتاع الساعه ومش بتاع اللحظه دائما، سواء كان في قطع غيار او سواء كان في ذخائر الى اخره. وبالتالي لا، لم نتأثر على الإطلاق في علاقة جيتس السيسي بقى هاجل. العلاقة في منتهى الاحترام. اللي هو هاجل، تشاك هاجل. تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي مع المشير السيسي علاقات في منتهى الاحترام، بيعملوا له 1000 حساب. عندما تحدثون معه زي ما بيقولوا بالشوكة والسكينة كده، بالحساب وبالقطعة وبكل كلمة يجب أن تدرس، لأن هو ما بيسكتش وبترد على كلامهم ردود شديدة القسوة في بعض الأحيان. ولا يخشاهم يعني، هو يعني أنا أعلم تماما هذا، إن هو في ردود بتبقى قوية جدا. يعني ما بتعملش معلهم بمنطق دول سيادنا الأمريكان خالص. بالعكس، الردود بتبقى قوية جدا ويمكن في بعض الأحيان أقوى مما يجب. يعني في بعض الأحيان بتتعدى حتى حدود المعقولة، بتبقى فيها عنف أكتر لو حد لمس طرف مصر او لمس طرف له علاقه بالسياده. موضوع السياده ده حساس عنده، دي عنده ما فيهاش هزار. وهم عرفوا كده خلاص، فبتجنبوا، حاولوا قبل في الاول بيتجنبوا هذا تماما، عرفوا اسلوبه وطريقته انه مش هيسكت فبطلوا هذا الكلام. لكن بيعملوا له 1000 حساب وبيحترموه احترام كبير جدا ويعلمونه تماما قدره، سواء كان في داخل القوات المسلحه او في مستوى الشعب. البنتاغون ترى من مصلحتها ان يكون رئيس مصر ذو خلفيه عسكريه؟ نعم ام لا؟ نعم نعم بالتاكيد. بعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشرة.